الأسبوع اللي فات منظمة الصحة العالمية عملت اجتماع لكل الأطباء اللي عندهم في المنظمة علشان يناقشوا موضوع فيروس كورونا، وده هيكون موضوع الفيديو النهاردة. أنا مش هناقش الموضوع من الناحية الطبية، أنا بشتغل معيد في قسم علوم الأغذية وماليش علاقة بالموضوع من الناحية الطبية، بس أنت لما تكمل الفيديو للآخر هتكتشف أصلا إن الموضوع ملوش علاقة بالناحية الطبية قد ما هو ليه علاقة بالناحية الغذائية والسلامة الشخصية. وبصفتي انا معيد بقسم علوم الاغذيه فانا هتكلم عن النقطه اللي هي تخصني فقط، اللي هو موضوع الاغذيه في القصه دي، ازاي تحمي نفسك من فيروس كورونا او من اي فيروس تاني عن طريق الغذاء الصحي المتوازن وعن طريق النظافه الشخصيه او السلامه الشخصيه. ان انت هتكتشف في نهايه الفيديو ان المنظمه قايله في تقريرها ان الفيروس ملوش علاج لغايه دلوقتي، لان الفيروس لسه جديد من سلاله جديده ولسه ما اكتشفوش علاج ليه. يعني كل الحكاية ان انت هتحصن نفسك بس من الفيروس عن طريق الاغذية وعن طريق السلامة الشخصية. خلينا نبدأ الفيديو على طول. اول حاجة الغذاء الصحي، ازاي تحصن نفسك من الفيروس او من اي فيروس او اي مرض عن طريق الغذاء الصحي. بيقولك ان انت لازم تاكل وجبة غذائية متكاملة. وجبة غذائية متكاملة يعني ايه؟ يعني فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، فيها فيتامينز، فيها عناصر معدنية، وجبة كاملة من كل حاجة، ولازم يكون غذائك صحي سليم متوازن. طب ايه علاقة الغذاء الصحي المتوازن بالحماية من الفيروس؟ اول حاجة الغذاء الصحي المتوازن ده طبعا من الناحية الصحية ان هو يكون خالي من اي تلوث اي ميكروب، دي معروفة يعني. لكن ان الغذاء بتاعك يكون متوازن دي قصتها ان منظمة الصحة العالمية لما اصدرت التقرير بتاعها بتقول ان الغذاء المتوازن المتكامل بيعمل على زيادة المناعة ضد الامراض، ضد اي امراض، مش لازم فيروس كورونا لوحده، ضد اي مرض، ضد اي فيروس بتحميك. الغذاء الصحي المتوازن المتكامل بيحميك من اي حاجة. طب ازاي انت تاخد اكل او غذاء يزود المناعة بتاعتك؟ بكل بساطة ان انت تاخد وجبة متكاملة العناصر فيها كل حاجة زي ما انا قلت، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها فيتامينز، فيها عناصر معدنية. طبعا في يومك لازم تاخد خضروات وفاكهة عشان تزود الفيتامينات وتاخد منها العناصر وتاخد منها برضو مضادات الأكسدة اللي هي بتزود المناعة عندك. أنا تخصصي علوم أغذية، لكن كنت كل شهر أو أقل ممكن يجيلي فيروس إنفلونزا، ممكن يجيلي كده دور برد، بسبب إن أنا ما كنتش طبعا بحصن نفسي أو باخد غذاء صحي متكامل. دي حقيقة، انا دلوقتي بقالي سنة كاملة ما عنديش دور برد. العملية بكل بساطة ان انت بتاخد وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية، فيها الفيتامينات والعناصر المعدنية، فيها كل حاجة. طبعا هنا مش بقول ان انت تعتمد على الغذاء بس، ان انت لو جالك اي مرض ما تروحش للدكتور، لا، دي حاجة ودي حاجة. الناحية الطبية انا ماليش علاقة بيها، انا بتكلم فقط من الناحية الغذائية وعن تجربة شخصية. بقولك ان انا بقالي سنة كاملة ما جانيش دور برد بس علشان انا كل يوم باخد وجبة غذائية متكاملة. الحاجة التانية اللي اتكلمت عليها منظمة الصحة العالمية ازاي ان انت تحمي نفسك واسرتك من فيروس كورونا، السلامة الشخصية او النظافة الشخصية. تعالوا نشوف منظمة الصحة العالمية قالت ايه عن الموضوع ده. رقم واحد، غسل الايدي باستمرار، ان انت تغسل ايدك باستمرار بعد كل مرة تطلع فيها وتروح مشوار بره وترجع البيت لازم تغسل فيها ايدك. قبل كل مرة بتاكل فيها لازم تغسل ايدك، في كل وقت لازم تغسل ايدك بالماء والصابون. لان انا اصلا لما درست كورس عن الميكروبيولوجي بيقولك ان الميكروبات دي اصلا موجودة في كل حتة، موجودة في ايديك، موجودة في شعرك، موجودة في كل جسمك، في هدومك، على اي سطح خارجي انت بتلمسه. انت النهاردة رحت الشغل، ركبت مواصلات، ميكروبات موجودة في كل مكان وفي كل وعلى كل سطح. يعني موجودة على الباب لما تيجي تفتح الباب، موجودة في المواصلات لما تيجي تقعد على كرسي او تلمس اي سطح، هتلاقي ايديك جمعت كمية ميكروبات. فالحالة دي ان انت لازم تغسل ايدك بالمية والصابون، ومش تغسل ايدك كده والسلام، لا. هو في كورس اصلا اسمه السلامة الشخصية، في يعني فصل كامل بيتكلم بس عن ان انت ازاي تغسل ايديك، ازاي تغسل ايدك، ان انت لازم تحط الصابون على ايدك لمدة 40 ثانية، ان انت بتحط الصابون على ايدك وتدعك ايدك كويس
وتبدأ ان انت تنظف هنا الاماكن دي وراحة اليد، كل الحاجات دي انت تبدأ تنظف ايدك كويس، تسيب الصابون على ايدك لمدة 40 ثانية. حتى احنا بنقول للطلبة في المحاضرات ان انت تعد لغاية 40 او ان انت تعد لغاية 20، بس بتقول 1001 1002 1003 وهكذا. رقم 2، استخدام الكمامة. طبعا انت بتروح الشغل، بتروح الجامعة، بتروح المدرسة، في اي مكان في المواصلات حط الكمامة، لان الكمامة دي بتفلتر الهواء وبتقلل نسبة الإصابة بأي فيروس. وما تكسفش ان انت تحط كمامة، عادي جدا يعني، هو ده انت هتبص تلاقي الناس كلها بتبص عليك، يمكن عشان احنا بس في مجتمع شوية، المجتمع العربي مش متقبل الفكرة دي. لكن انت النهاردة لما تمشي في اوروبا او في امريكا او في اي مكان تاني في الشوارع النهاردة، بتلاقي كل الناس حاطة الكمامة عشان يحافظ على صحته، ده مش عيب ولا حرام يعني. رقم 3، البعد عن الاماكن المغلقة، وتخليك على قد ما تقدر في الاماكن المفتوحة. حتى انا النهاردة بصور الفيديو، حبيت ان انا اكون في مكان مفتوح، اشم هواء نظيف، استمتع بالطبيعة، بعيد عن جو الاوضة، بعيد عن الجو المغلق. لازم ان انت تروح مكان مفتوح. طب انت هتقول لي، طب ما انا بروح الشغل وبروح الجامعة، الاماكن مغلقة اكيد. في الحالة دي افتح الشباك، افتح الباب، غير الهواء بتاع المكان باستمرار، لان منظمة الصحة العالمية بتقول ان الفيروس بينتقل عن طريق التنفس. يعني انت في مكان، في قاعة مثلا في الجامعة، بتلاقي القاعة دي مثلا فيها مثلا 40 او 50 شخص، كل الناس دي بتتنفس، والهواء كله بيبقى طبعا ابتدى ان هو لو حد عنده فيروس او حد عنده اي حتى اعراض انفلونزا بسيطة، هتلاقي كل اللي في القاعة ممكن تتنقل لهم العدوى. رقم 4، ما تستخدمش حاجة حد، لان انا زي ما قلت دلوقتي حالا المنظمة بتقول ان المرض بينتقل من شخص لشخص. بينتقل ازاي؟ عن طريق التنفس، عن طريق ان انت بتستخدم حاجة حد. تستخدم حاجة حد يعني ممكن تشرب مكان حد، تاخد الكوباية بتاعته تشرب مكانه، تستخدم المعلقة أو الشوكة بتاعته. رقم 5، تبعد عن أي حد بيعطس أو بيكح أو عنده أعراض الإنفلونزا، لأن أنت مش عارف إن الأعراض دي ممكن تكون إيه بالظبط يعني. فأنت في الحالة دي إن أنت تحاول إن أنت تبعد عنه. وبكده يكون خلصت التوصيات بتاع منظمة الصحة العالمية في إزاي إن أنت تحمي نفسك وتحصن نفسك من فيروس كورونا أو من أي مرض تاني. دلوقتي خلينا نتكلم شوية عن بعض الأسئلة الشائعة حول المرض واللي المنظمة اتكلمت عنها. أول سؤال بتسأل، هو الفيروس ده ليه علاج ولا ملوش؟ للأسف المنظمة قايلة في تقريرها إن الفيروس ملوش أي علاج في الوقت الحالي، لأن الفيروس أصلا هو متحور أو مستجد من سلالة كورونا، ولغاية دلوقتي حتى مش مسمينه اسم. فطبعا في حالة، هم قايلين كده وكاتبين في تقريرهم، ان في حالة ان الفيروس او المرض بيكون لسه جديد، طبعا لسه مش مكتشفين ليه اي علاج او اي لقاح. يعني لغاية دلوقتي هم ما اكتشفوش اي علاج للمرض. حتى هم قايلين في تقريرهم ان الموضوع ممكن يطول شوية، لكن ان شاء الله يعني ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا، والعلم طبعا كل يوم في تطور، وان شاء الله ممكن قريب جدا يطلعوا باي لقاح او علاج للفيروس ده. السؤال التاني، هو الفيروس ممكن يتنقل عن طريق الحيوانات للبشر او لا؟ لو احنا بصينا لنشأة الفيروس ده اللي هو كورونا، هتلاقيه اول اكتشاف ليه او اول ظهور ليه كان في سنة 2003، برضو كان في الصين، واتنقل عن طريق القطط للانسان. بعدين في سنة 2012 اتنقل برضو عن طريق الحيوانات، بالتحديد عن طريق الابل للانسان، المكان في السعودية. بالمناسبة في حاجة انا عايز اتكلم عنها وهكمل الحتة دي، بما ان السعودية جت في الموضوع. السعودية اطهر وانقى مكان على وجه الارض اكتشفوا فيه الفيروس سنة 2012. يعني الناس اللي هي بتشير على الفيسبوك وتقول ربنا بيصب عذابه على الصين، وان الصين ربنا يكحمهم، وان هم ان شاء الله يجيلهم الفيروس يموتوا كلهم، وكل الكلام ده، انا طبعا كل ما بشوف منشور على الفيسبوك في حاجة زي دي انا بستاء جدا. حاول ان انت تسأل نفسك سؤال، شوف الصين دي فيها كم مليون مسلم، شوف فيها كم مليون عربي. على المستوى الشخصي اعرف 10 اشخاص بس في المدينة اللي اكتشفوا فيها المرض، معادين معايا في الجامعة، هم بيحضروا ماجستير هناك، انا بكلمهم وهم بينشروا على الفيسبوك، حتى حالتهم صعبة جدا، ان هم ما فيش حد بينزل، لان طبعا المدينة كلها او المحافظة دي كل الناس ممنوعة ان هي تنزل الشارع، الماركت السوبر ماركت مقفول، مفيش مكان تشتري منه اكل. كارثة كمان ان في ناس منهم معاهم اطفالهم، يعني
تخيل ان هم حتى كمان بلغوا السفارة. الصين كشعب هم من اطيب الشعوب، هم ما لهمش علاقة باللي بتعمله الحكومة. الحكومة فرضت حصار وعملت اضطهاد لأقلية مسلمة. اكيد انا ضد الاضطهاد اللي حصل للأقلية المسلمة في الصين، والاضطهاد ده لو كان حصل لأي أقلية مسلمة او غير مسلمة برضو انا هبقى ضده. لكن الشعب ملوش علاقة باللي بتعمله الحكومة. السياسيين دايما بيعملوا حاجات الشعوب مش بترضى بيها. نرجع تاني لنشأة وتاريخ المرض بعد ما اكتشفوه في سنة 2012 في السعودية، وفي حالة وفاة حصلت كمان في السعودية في الوقت ده. اكتشفوه السنة دي تاني في الصين برضو عن طريق شوربة الوطاويط. وما تستغربش ان هم بياكلوا وطواط، لان الصين اصلا بياكلوا اي حاجة بتمشي على الارض. يعني انا حتى معايا صديق ليا من بلد جنب الصين، مش من الصين نفسها، بس هو بيقول لي ان هو بياكلوا كلاب وياكلوا قطط. حتى لما بمشي انا وهو في الشارع ويلاقي كلب في الشارع يقول لي فريش ميت، لحم طازج، ويقعد يبص له كده. فانا بستغرب يعني هم ازاي اصلا الناس دي بياكلوا الحاجات دي اصلا. يعني السؤال التاني، هل الفيروس بينتقل عن طريق انسان لانسان ولا لا؟ منظمة الصحة العالمية اكدت ان هو بينتقل عن طريق انسان لانسان، لذلك هم قالوا محدش يقعد في مكان مغلق وما تستخدمش حاجة حد. اخر سؤال، ايه هي اعراض الفيروس؟ أعراض فيروس كورونا هي أعراض الإنفلونزا العادية، زي ما قالت المنظمة في تقريرها، زي كأنك عندك دور برد عادي. يعني ما تستهونش إن أنت يكون عندك دور برد وتقول لا ده دور برد عادي، لا، في الحالة دي روح لأقرب مستشفى وقول لهم إن هم يعملوا لك كشف ويفحصوك كامل، لان ممكن لا قدر الله يكون عندك اعراض فيروس وانت مش عارف. لان الفيروس وصل لكذا دوله، وصل لكندا، المانيا، فرنسا، الولايات المتحده، كذا دوله اوروبيه ابتدى الفيروس فيها يكون متواجد يعني. فالموضوع ابتدى ان هو يخوف شويه. دلوقتي انا هتكلم عن تركيب الفيروس. لو انت بصيت للصوره دي دلوقتي هتكتشف ان الفيروس ده عباره عن راس وجسم الفيروس وذيل وحاجه اسمها بكتيريوفاج وحاجات غريبه كده. انا دلوقتي هسألك سؤال، انت هتستفاد ايه من لو انا مثلا شرحت تركيب الفيروس؟ يعني انا كنت بشوف فيديو عن الفيروس كورونا، فاكتشفت ان معظم اليوتيوبرز عاملين حاجات بيقول لك تركيب الفيروس تركب من ايه ويتكون من ايه. فاكر ان الكلام ده درسته في تانية كلية، تركيب الفيروس ومكوناته والكلام ده. الموضوع ممل اصلا للناس اللي هم بيدرسوا مايكروبيولوجي، يا بالك الاشخاص العاديين. يعني انا كانسان عادي هتفرج على فيديو عشان اشوف الحاجات اللي هو الناس بتعرضها، ازاي احمي نفسي من الفيروس. يعني المفروض الناس تتكلم عن التوصيات بتاع منظمة الصحة العالمية، التوصيات بتاع الاطباء، ازاي ان احنا نحمي ونحصن نفسنا من الفيروس، مش يحكي لك عن تركيب فيروس ويتكون من معرفش ايه والكلام انا عن نفسي ممكن اشرح لك هو بيتكون من ايه وبيتركب من ايه ودي ان ايه وجينات ويتحور ازاي، لان انا دارس وراثه ودارس ميكروبيولوجي. بس اصلا الموضوع ممل وانا ما بحبوش. ان انا فاكر ماده الميكروبيولوجي كان الامتحان طويل، وكان جايب لي حتى السؤال ده بالتفصيل، اشرح مع الرسم تكوين الفيروس. بالنسبه لي الموضوع حتى كان ممل، حتى انا جبت في الماده دي 84%، يعني كان فاضل لي درجه واحده واجيب امتياز، بس ما عرفتش اجيب فيها امتياز. فدلوقتي بعد ما اتعينت معيد لسه برضه هشرح تاني تركيب الفيروس؟ لا، مش هشرح طبعا تركيب الفيروس. اخر حاجة هتكلم عنها وهنهي الفيديو ده، الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن منحة الحكومة الصينية. في ناس كتير يعني ابتدت ان هي تعلق تحت الفيديو، ان انا ازاي اصلا اقول للناس ان هم يسافروا الصين في وقت زي ده والكلام ده. باجي اعمل فيديو بياخد من وقتي ومجهودي عشان افيد بيه الناس. انا شايف ان منحة الحكومة الصينية، ولغاية دلوقتي انا متمسك برأيي، ان هي منحة حلوة جدا ومنحة كويسة، والصين دولة متقدمة جدا على مستوى المعامل، على مستوى الجامعات. الصين النهارده يا جماعه بيفتتحوا مستشفى، هم اعلنوا ان هي هتخلص في 6 ايام، وفعلا هم افتتحوا مستشفى وخلصوها في 6 ايام. الصين دوله من ناحيه العلم دوله عملاقه، المعامل متطوره جدا. بس انا لما جيت اعمل فيديو عن المنحه انا عارف امتى هتسافر للمنحه دي. المنحه النتيجه بتاعتها بتظهر في شهر اغسطس، وعلى ما تيجي تسافر وتخلص ورقك بتدخل في شهر 9. يعني هيكون لقيوا حل لموضوع الفيروس ده، وهتكون القصه اصلا انتهت. لكن لو الفيروس لسه موجود والوباء ده لسه موجود، طبعا لا، ما تسافرش الصين. انا عمري ما اقول لحد ارمي بنفسك للتهلكه، ولا كل الكلام اللي هو كان بيتقال تحت الفيديو، ان انت بتحرض الناس ان هم يروحوا يموتوا، وان ده انت تاخد ذنب الناس اللي هتروح. طبعا انا ماليش علاقه بالقصه دي، انا عايز افيد الناس وعايز انصحهم ان هم يسافروا عن طريق المنح الدراسيه ويستفادوا بيها. بكده يكون خلص الفيديو. والفيديو اللي جاي هتكلم ان شاء الله عن منحه الحكومه الرومانيه، زي ما الناس طلبت مني في الكومنتات والرسائل اللي بتجيني ان انا اتكلم عن المنحة دي، بما ان انا في رومانيا. يعني
فانتظروني ان شاء الله خلال الاسبوع اللي جاي، هحاول ان انا اتكلم عن منحة الحكومة الرومانية بكل تفاصيلها. في نهاية الفيديو طبعا ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.